معانا الأستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء. أهلا بيك أستاذ حسن. صباح الخير على حضرتكم وصباح الخير على السادة المشاهدين. صباح الخير. أنا عايز أعرف من حضرتك إيه أهم الإجراءات اللي بتتخذها الوزارات المعنية من أجل الحفاظ على القرارات أو الإجراءات اللي أقرها مجلس الوزراء؟ يعني بالفعل منذ إقرار مثل هذه الإجراءات وبداية طبعا عملية غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية من يوم الخميس الماضي في الساعة 9 مساء، كانت هناك تكليفات للسادة المحافظين والسادة الوزراء وكل رؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية بعمل حملات ومداهمة بالنسبة للمطاعم والمخالفات اللي هي بيقوموا بالمخالفة أو عملية الفتح بعد الميعاد. هناك عدد كبير من السادة المحافظين بيقوموا بجولات حتى بالنسبة لمنتصف الليل وحتى الصباح الباكر. كل هذه الإجراءات بيتم تطبيقها على أرض الواقع، وهناك بالفعل تم تحرير عدد كبير من المحاضر خلال الفترة الماضية، وشفنا مثل هذه المحاضر يمكن بتصل إلى الغرامة إلى 4000 جنيه، ولكن الوجوب هو عملية الغلق بالنسبة للمنشأة اللي هي بتخالف يعني قرارات مجلس الوزراء. هناك تصميم حاد وتشديد حاد على السادة المحافظين بالمرور اليومي على يعني على المحلات اللي هي بتخالف وتحرير المحاضر وإغلاقها. كل هذه طبعا وبعد عملية الإغلاق وما إلى ذلك بيتم إحالتها للنيابات العامة، ولكن هناك وعي طبعا من ما حدش ينكر، هناك وعي كبير من المواطنين باتباع كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك الاتباع يعني عملية الغلق بالنسبة لهذه المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات في 9 مساء. ولكن احنا ما زلنا برضه في يعني شدة المرض وشدة هذا الفيروس، هناك عدد يعني وزيادة أعداد الإصابات يوميا، ده بيأكد علينا نحن كمواطنين اتخاذ كل هذه الإجراءات الاحترازية والوقية. ويعني أسهل شيء بالنسبة لنا احنا كمواطنين هو استخدام الكمامة. هذه الكمامة هي يعني ما بتخسرش المواطن شيء، بتحافظ على نفسه، حاجة بسيطة، حاجة بسيطة لكن نقدر نحافظ بها على نفسنا ونقي هذا الفيروس اللعين. بنشكرك جدا أستاذ حسن أبو خزيم، محرر شؤون مجلس الوزراء. ألف شكر لحضرتك.